ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم بقى شويه ريسايكلينجز كده جديده من نوع. لو عندنا سكيرت قصيره نعمل فيها ايه ومش لاقيين فيها حل. اول حاجه خالص انا عندي كان عندي سكيرت كده كنت جبتها من H&M، وبعدين بعد ما جبتها حسيتها انا عايزاها هاي ويست وهي لحد هنا، فحسيت ان هي مش عمليه ابدا. وانا عندي سكيرت قصيره تانية بس دي كانت قصيره اوفر، فعملت ايه؟ فكان عندي ده كان توب وصغر عليا، يعني بقى حاجه كده وما بقاش نافع خالص، فخيطته في السكيرت، شايفين خيطتهم في بعض وبقت كده، فبقى طولها مناسب وده شكله حلو عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه كان نفسي قوي اجيب جاكيت جينز كده ابيض يكون كده، دورت كتير قوي ما لقيتش، بعدين جبت ده كان ازرق يا جماعه، انا خليته ابيض، حطيته في كلور سبته يوم فبقى لونه ابيض. ده شميز، الشميز ده كان بتاع جوزي، اوكي. هو كان مقفول كده، مقفول خالص، انا فتحته وسبت يعني الحتتين دول كده وحطيت فيه ده، لزقت عليه ده لولي صغنن وكبير وبلبسه انا. مفيش واحدة يا جماعة تاخد حاجات جوزها وتقول اصل ريهام هي اللي قالت لي عشان الرجالة جشت ايه تمسك في رقبتي، فبقى شكله كده حلو قوي الصراحة، ما اعرفش ليه ما كانش بيحبه، يلا احسن. طيب بعد كده كان عندي دراس ده، اوكي. طبعا ده بقى توب. ليه بقى توب؟ عشان الدرس يا جماعة بقى قصير، شكلي طولت، يعني مش عارفة طولت ولا تخنت يعني، بس يعني هو مشوها طولت، ها، فانا طولت جدا فهو اسر قوي عليا، فعملت توب وبلبسه توب بيبقى شكله حلو قوي، وخدت باقي الدرس مرميهوش، مرميش الباقي استفاد بيه، خدت باقي دراس عملته في السكيرت دي عشان كانت برضو اسرت عليا لان انا طولت، ها طولت، فطولت قوي فهي اسرت قوي عليا، فعملتها كده. وبعدين عملت ده كلور عشان يبقى ماتشنج كده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين. بس كده، فدي شوية حاجات كانت مش نافعة عندنا فخليناها تنفع، القصير نطوله والطويل نقصره، وحاجات جوزنا اخونا بابانا ناخدها، احنا اسرة مع بعضينا. يا رب يكون التوتوريال عجبكم. I love you. باي باي.